ولمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، برحب بحضرتك. وكيف سيؤثر هذا العدوان على جهود السلام والتسوية السياسية في المنطقة برأيك؟ وطبعا ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة مستمرة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان. الآن ما نشاهده مأساة جديدة في سواء في قرى ومدن الجنوب اللبناني، وامتدت أيدي الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل مدينة بيروت العاصمة اللبنانية، حتى عندما أقدمت إسرائيل على قصف بعض الأماكن في الضاحية الجنوبية من بيروت معقل حزب الله، ظن الجميع أنها تستهدف فقط عناصر أو قيادات تابعة لحزب الله، لكن امتد العدوان ليشمل مناطق أخرى في العاصمة اللبنانية. بالأمس قصفت بناية سكنية في منطقة الكولا في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، واليوم امتد القصف ليشمل مناطق مجاورة لمطار بيروت الدولي، الأمر الذي يهدد الملاحة الجوية في المطار الدولي، إلى جانب طبعا استمرار العدوان الإسرائيلي واستعداد القوات البرية الإسرائيلية الآن لاقتحامات برية والتوغل البري في محاولة من جانب القوات الإسرائيلية ظنا منها أنها ستطارد عناصر حزب الله الموجودة في الجنوب اللبناني. لكن طبعا هي على مدى الأسبوع الماضي وهي تحاول وحتى الآن تحاول استهداف بعض القرى والبلدات اللبنانية، الأمر الذي أجبر أهالي وسكان هذه المناطق على ترك قراهم وترك مدنهم والهجرة في هجرة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ لبنان المعاصر. وصل عدد الذين تركوا أماكنهم حوالي 1,000,000 شخص وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية إلى أماكن معظمها يعني يظن البعض أنها آمنة، والبعض الآخر اتجه إلى سوريا أو بعض البلاد المجاورة خشية أن يمتد العدوان الإسرائيلي إلى مناطق أخرى من لبنان، لأنه يد إسرائيل والطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء بيروت، سواء الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو حتى الاستهدافات. واليوم ومنذ قليل يعني نشاهد الاستعدادات الكثيفة على الحدود اللبنانية لتوغل بري، يعني يظن البعض أنه سيكون محدودا، لكن بطبيعة الحال إسرائيل تستهدف من وراء ذلك أن يعني تعيش المرحلة التي يعني حققت فيها نتائج باستهداف عناصر وقيادات حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله. برأيك لماذا تتوسع إسرائيل في لبنان بهذا الشكل، يعني تحت عنوان أنها عمليات محدودة تقوم بها إسرائيل لاستهداف قادة حزب الله في الجنوب اللبناني، لماذا تتوسع في ظل الاجتياح البري الوشيك وضرب العاصمة بيروت وضرب الضواحي اللبنانية، لماذا هذا التوسع في هذه العمليات؟ لا طبعا هو هدف إسرائيل من هذه العملية بات واضحا تماما بالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة منذ أيام، كان واضحا بأنه يعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي فشلت فيه إسرائيل في عقاب أحداث 2011، والآن تكرر نفس النغمة ونفس الخطاب الذي عبر عنه بنيامين نتنياهو بشكل صريح ومنذ يومين عندما نجحت إسرائيل في اغتيال الأمين العام لحزب الله. تحدث بنيامين نتنياهو صراحة عن أن إسرائيل ستعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، وهي بذلك أفصحت عن نواياها الحقيقية تجاه هذه الاعتداءات، الأمر الذي بالفعل يبين أن الهدف الرئيسي ليس فقط مهاجمة عناصر حماس في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مهاجمة عناصر حزب الله في جنوب لبنان أو الضاحية الجنوبية من بيروت، بل أصبح واضحا للجميع أن هدف إسرائيل الرئيسي من هذه الاعتداءات هو التفكير مجددا في المشروع الإسرائيلي القديم الجديد الآن بصياغة محدثة، بعد أن حققت بعض النتائج على الأرض باستهداف عناصر الحزب الله وعناصر المقاومة اللبنانية، حتى باستهداف عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الكولا. هي عبرت بذلك بشكل صريح أنها تطارد كل عناصر المقاومة. نعم، إذن هل ستوجد إسرائيل في المستقبل ذرائع جديدة لتوسيع رقعة الصراع ليشمل دول أخرى؟
نعم بطبيعة الحال، لأنه استهدافها اليمن أمس باستهداف ميناء الحديدة وبعض المناطق ومحطات الكهرباء، هي تحاول بذلك أن تفرض حالة من الرعب وحالة من الردع الشديد حتى لا يقدم اليمنيون على إعادة قصف المدن الإسرائيلية مجددا، وحتى يكون هناك أسلوب آخر للردع. حتى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأن يد إسرائيل الطويلة ستمتد إلى أي مناطق وأي أماكن في العالم قد تهدد وقد تكون محور لتهديدات توجه لإسرائيل، فأصبحت اللغة الآن مغيرة تماما عما كانت عليه قبل أشهر عندما كانت تواجه عناصر حماس في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو بعض مدن الضفة الغربية، لكن الآن امتدت لإعدادات لتشمل ليس فقط عناصر حزب الله في جنوب لبنان، بل امتدت أيضا لتشمل بعض الأماكن التي لا تحتوي على عناصر أو سلاح لحزب الله في بعض المدن المعروف عنها أنها لا تضم ولا تحوي أي عناصر لحزب الله، سواء في مناطق البقاع أو بعلبك أو المناطق الموجودة في لبنان. فالآن أصبح النوايا الإسرائيلية أصبحت واضحة، ويجب أن يكون واضحا للعيان أن المخططات الإسرائيلية أصبحت الآن معلنة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء الإسرائيليون الذين يشعرون الآن أنهم حققوا نصرا على حزب الله بشكل أو بآخر، سواء باستهداف صواريخ حزب الله الموجودة في بعض الأماكن أو باستهداف بعض قيادات وعناصر حزب الله، وعلى رأسهم طبعا الأمين العام للحزب وهو أعلى منصب يصل إليه، يعني تصل إليه أيادي إسرائيل خلال الأيام الماضية. فبذلك أحاول أن تعيد صياغة المعادلة التي سبق وأن أعلنتها قبل ذلك، لكن المعلن كان هو مواجهة ومطاردة عناصر حماس في غزة وعناصر حزب الله في لبنان. لكن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عبرت عن مكنون ما بداخل قيادات إسرائيل ورئيس الحكومة بشكل خاص. نعم، إذن يعني التحالفات التي عاشت إسرائيل سنوات عديدة في إبرامها على المستوى الإقليمي والدولي، ما مصيرها وسط هذا التوسع العسكري الإسرائيلي في المنطقة؟ هو طبعا للأسف الشديد المنطقة بين يعني شقي رحى كما يقال، هي بين مشروعين كبيرين في المنطقة، سواء المشروع الإيراني أو المشروع الإسرائيلي، كل منهما لديه طموح ولديه طمع في السيطرة على بعض مقدرات هذه المنطقة. وللأسف الشديد بعض الدول وقعت في فخ هذا الصراع واشتركت فيه للأسف الشديد بعض القوى التي لم تكن تعلم في حينه أن هناك مخططات بالفعل تستهدف تهديد أمن وكيان هذه المنطقة، إلى جانب أن هناك قوى أجنبية وعناصر أجنبية سعت وعملت بالفعل على أن تساهم في تنفيذ هذه المخططات، كل برؤيته وكل سواء كانت هذه القوى مدفوعة من أطراف خارجية أو كانت هذه القوى بالفعل يعني غرر بها في أوطانها. وللأسف الشديد ما نشاهده في بعض دول المنطقة من الأوضاع المؤسفة حولنا، سواء في مناطق أو دول كليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول الإقليم التي تعرضت لشبه عمليات عدم استقرار وتأثير أمني على دولها. وبطبيعة الحال هذه المخططات كانت يعني مستهدفة منذ الغزو الأمريكي للعراق تحديدا في عام 2003، وبدأت الظواهر تنتشر مع أحداث التي شهدتها دول المنطقة في أعقاب ما قيل وما أطلق عليه ثورات الربيع العربي، وتم استغلال يعني ما تم من ثورات وتم يعني مغازلة الشباب لتحقيق أغراض بعيدة تماما عن المخططات التي كانت أو الأهداف الوطنية لهذه الدول. وشاهدنا ونشاهد عدم الاستقرار والتوتر الأمني الذي أصبح يحيط بنا من كل جانب، وأصبحت بالفعل المخططات واضحة للجميع، وأصبحت الآن يعني الرؤية واضحة سواء من جانب الدول التي عانت من هذه المخططات وأصبح سكانها يعني للأسف الشديد مهاجرين أو لاجئين في دول أخرى. ف
فالمنطقة كلها مستهدفة، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد وفقا للرؤية التي كان سبق إعلانها قبل ذلك، ولم نكن ساعتها نستوعب أو يعني نحاط علما بأن هذه المخططات ستنفذ على أرض الواقع. لكن ما نشاهده اليوم وما يشاهده العالم من حولنا هو جزء من هذا المخطط، وأصبح بالفعل يتم تنفيذه على الأرض، ونشهد ونشاهد جميعا ما يحدث ساعة بساعة ولحظة بلحظة. هناك بالفعل تفكيك لمعظم الدول العربية الموجودة في هذه المنطقة. الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر.